السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير، أجمل متابعين وأحلى متابعين، متابعين سمارة يحيى أبو جبل القابل ذي الجميل، اللي بنتمنى يا رب إن شاء الله نتمنى لهم الخير جميعا. أهم أخبارهم وليه مختفين من على السوشيال ميديا وفين هم، هنعرف مع بعض. لكن قبل ما نبتدي خبرنا يا ريت نضع اللايك ونعمل اشتراك في القناة ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا وغزه ولبنان والسودان، يا رب يا رب انصرهم يا رب اغفرهم يا رب يا رب انصرهم نصرا عاجل غير اجل يا رب العالمين، واربط على قلوبهم يا رب يا رب يا رب يا رب نصرك يا رب يا رب نصرك ليهم ونزل عدل. طب نرجع لسماره وابو جبل. سماره وابو جبل يا اولاد مختفيين بقالهم كام يوم عن السوشيال ميديا، ولا انستجرام ولا سناب شات، الاثنين اختفوا مع بعض. طبعا في متابعين كتير بعتوا لي يا ام عمر فين سمره، فين ابو جبل، ليه مختفيين، ايه اللي حصل، يا ترى رجعوا، يا ترى ايه اللي حصل بينهم، او ايه اللي حصل هما الاثنين يختفوا مره واحده وفجاه كده مع بعض. انا والله يا جماعه الخير ما اقدرش افيدكم في حاجه، ان زيكم بالظبط في اخبار بتقول، والله اعلم، يعني في اخبار بتقول ان ممكن يكونوا رجعوا لبعض بس مخبيين، في اخبار تاني دي اخبار لكن مش حقايق، مش حقايق، يعني مش اكيد هم رجعوا لبعض، دي اخبار متداوله والله اعلم. احنا طبعا اخر اخبار كنا متابعينها كانت سماره طبعا البراند بتاعها اللي هي ادوات التجميل والمكياجات، البراند بتاع سماره كلنا طبعا متابعينها، ما شاء الله كانت شغاله عليه، وكانت في دبي وكان في الحفله اللي هي حفله الميك اب اللي كانت حضرتها وحفله الغنى، دي كانت اخر حاجه لسماره، وكمان كانت نزلت مصر وكان شفناها في السينما وحطت لنا الستوري بتاعها وهي في السينما، وده كان اخر حاجه لسماره. ابو جبل طبعا كان اخر حاجه ليه لقائه اللي في التلفزيون اللي كان بيتكلم فيه قبل مقابله السوبر بتاعت الاهلي والزمالك، واتكلم مع فايق طبعا كل الناس اللي كانت متابعه او اللي ما كانتش متابعه، واتكلم مع فايق عن فرصه اللي كانت انتقاله للاهلي وعن فرصته ان هو كان هينتقل للنصر السعودي، كان ليه طبعا الفرصه دي والفرصه دي، لكن بيقول لمح الاحتمال والله اعلم ممكن يروح النصر تاني، قال ان احنا لسه في مفاوضات مع الوكيل بتاعه، لكن طبعا قال لي كان هنزل رجع التدريبات بتاعته، قال ان شاء الله اللي هو هنشوف في البنك الاهلي قريب في المباريات بتاعته. هل بقى هيلتحق بالمنتخب الوطني المصري مع حسام حسن وباقي اللعيبه؟ الله اعلم، لحد دلوقتي مفيش خبر مؤكد ان ممكن ابو جبل ينزل في قائمه موريتانيا او يلتحق بقائمه مقابله منتخب مصر وموريتانيا. دي كانت الاخبار اللي عندي بخصوص سماره وابو جبل وغيابهم عن السوشيال ميديا، هل رجعوا او ما رجعوش لسه حد دلوقتي مفيش خبر مؤكد طبعا، لكن اللي احنا اخر حاجه تابعناها ان هما الاثنين كل واحد شايف حياته وشايف شغله. ولو وصلتوا معايا لحد كده بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، وتكتبوا لي كده كومنت حلو منكم ودعوة جميلة منكم لسمارة وابو جبل، ولا تنسوا اللايك والجام والشير والبرتاش اللي قلتها لكم بكل اللغات اهو، والسلام عليكم.